يمكن احنا في المقدمة كنا قلنا ان احنا مشرفنا النهاردة في الاستوديو المخرج الشاب محمد كرم صاحب الفيلم الروائي القصير العاصمة. برحب بيك يا فندم، نهارك سعيد. نهارك سعيد. عايزة اقول معلومات بس سريعة عن الفيلم. هو فيلم العاصمة هو فيلم روائي قصير بيتكلم على فكرة الهجرة الداخلية، مش الهجرة الغير شرعية، يعني مجموعة من الشباب بيحاولوا يوصلوا للعاصمة طبعا عشان يلاقوا فرص أحسن في المعيشة. بيشارك هذا المهرجان هذا الفيلم في مهرجان طنجة السينمائي الدولي بالمغرب، والفيلم ده أو فيلم العاصمة بيمثل مصر، وبيشارك أيضا في العديد من المهرجانات في تونس والجزائر وأسبانيا. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الفيلم نحب في البداية نعرف بداية مشوارك في الإخراج السينمائي، وخاصة أنه الأفلام القصيرة ما تعتبرش أفلام تجارية، فأفلام ما بتكسبش، فبالتالي أنا بحس أن المخرج اللي بيحب يعمل أفلام قصيرة بتبقى زي هواية كده عنده، أو بتبقى زي مزاج اللي هو أنا هعمل الفيلم ده، يعني أنا هعمل الفيلم ده عشان أنا مؤمن بالفكرة دي. مظبوط الكلام ده؟ مظبوط. هي الأفلام الروائية القصيرة يعني مش افلام مقتصره على مخرج مستقل، يعني في ممكن مخرج يبقى مخرج سينما وبيعمل افلام روائيه قصيره. هي تعتبر ان انا بعيد عن اللي هو التحكمات السوق، اللي هو بالنسبه للانتاج وبالنسبه للتوزيع. الانتاج عايز يكسب فلوس طبعا. التوزيع عايز البطل او الفلان الفلاني اللي هيجيب له ايرادات علشان يوزع له في السينمات عنده. فالافلام الروائيه القصيره هو المخرج اكتر بيلاقي فيها نفسه، الممثل اكتر بيلاقي فيها نفسه. مفيش تحكمات المنتج، مفيش تحكمات الماده ولا تحكمات التوزيع، فبالتالي انت بيبقى عندك مساحه عاليه جدا من الكرياتيفيتي تعمل وجهه نظرك بحريه. بالظبط. ويعني ما فيش قيود برضو عليها قوي زي الافلام اللي موجوده، يعني الافلام التجاريه اللي موجوده في السوق. وطبعا مع غياب قوي السينما الفتره اللي فاتت، احنا كنا بننتج 120 فيلم في السنه، دلوقتي 15 تقريبا فيلم في السنه. فمع الغياب الطويل ده ومع الحاجات دي، الافلام الروائيه القصيره الى حد ما بنلاقي فيها منفس. بالظبط. وبعدين بقى ليها جمهور، وبعدين الناس بدأت ان هي تروح تتفرج على افلام الروائيه القصيره في المراكز الثقافيه وفي بعض السينمات. بس هي فكره الافلام الروائيه القصيره هي يعني حتى لو فيلم روائي قصير مثلا مدته ربع ساعه او 20 دقيقه وجبت قدرت تجيب نجم عجبته الفكره وطلع، ملوش قوي سوق الافلام الروائيه القصيره، يعني لا يتم عرضه مثلا الا في مهرجانات. حتى مثلا ما فيش، كانوا قبل كده قالوا احنا ممكن نعرض بعض الافلام الروائيه القصيره قبل اي عروض لافلام روائيه طويله في دور العرض في افلام سينما كده، ان هم يحطوا شويه عشان يدوا فرصه انه حتى الثقافه دي تبقى موجوده عند المشاهد، ولكن الحقيقه ان ده ما بيحصلش. هو ده مش هيحصل لسبب. في حد انا داخل اتفرج على فيلم سينما معين، مش هيهمني مثلا ان انا اتفرج على فيلم روائي قصير موجود. هي لازم يكون ليها يعني هي الافلام الروائيه القصيره تقريبا يا مهرجانات يا مراكز ثقافيه هنا في مصر. يعني هو لسه معروض، كان العرض الخاص بتاعه في مركز ثروه وكاش وزاره الثقافه. والحمد لله لقى اقبال جماهيري كويس. بس من فئه معينه، ما هو في اقبال على الافلام الروائيه القصيره، ولكن فئه معينه اللي هو الشباب الصغيرين لسه مهتمين بالسينما، الطلبه، الشباب برضو اللي مهتمين بهذه النوعية من الافلام الثقافيه. ولكن هل في يوم من الايام نقدر ندعم الافلام الروائيه القصيره عشان حتى انتوا كمخرجين يبقى ليكوا منفذ بعد كده تقدروا تعملوا النوعيه دي؟ هو فعلا في دعم. يعني هو في دعم الافلام الروائيه القصيره، بس الى حد ما دعم بسيط. يعني وزاره الثقافه واحيانا وزاره الشباب واحيانا جهات اخرى تابعه برضو لوزاره الثقافه زي المركز القومي للسينما بيدعم ده، بس بصوره بسيطه اكتر. يعني بصوره بسيطه اكتر. بس هو يعني الافلام دي الى حد ما لو بدات ان هي تعمل لها دار عرض خاصه بيها
تبقى حتى باجر رمزي للناس اللي داخله، هتلاقي رواج بعد كده ان انا اتشجع ان انا اعمل الفيلم الثاني والفيلم الثالث والفيلم الرابع، وتبقى تحت اشراف وزاره الثقافه او تحت اشراف الدوله عامه. او تحت اشراف الجامعات، لانه في مثلا مشروع زي اللي حضرتك بتقترحه ده، انه في جامعات كتير جدا بيبقى عندها مش دور عرض ولكن بيبقى عندها قاعات فيها تسمح بالعرض، فممكن ان الطلبه يخشوا يتفرجوا على الافلام دي بارقام رمزيه بمصاريف رمزيه اللي هي تعود الى حد ما على المنتج، ان هي تشجع حتى المنتج البسيط اللي داخل مثلا بمبلغ بسيط جدا، تشجعه اكتر ان هو يعني يبقى عايز ان هو ينتج، يلا نعمل اللي بعده، يلا هتخرج مواهب شابه كتيره جدا. يعني المسرح بيخرج دلوقتي ممثلين شباب ولسه هيخرج ممثلين شباب كتير، السينما الى حد ما بتلمع الممثل اكتر من المسرح. لا، لان هي السينما كمان صناعه، فلما بتتدربوا في افلام قصيره كتير بتكنيكس كتيره بحاجات مختلفه كتير، اعتقد ده يخدم صناعه السينما لما تيجوا بعد كده تعملوا افلام روائيه طويله. مظبوط، هو الفيلم الروائي القصير والفيلم الروائي الطويل مفيش فرق ما بينهم، هو الفرق المده، هو ده بس، هو يعني فيلم ساعه هو فيلم روائي طويل، فيلم 59 دقيقه هو فيلم روائي قصير، يعني هو الفرق بينهم دقيقه واحده بس. السينما عامه برضه ليها 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 الروح بتاعتها، ليها المتعه بتاعتها عامه. فالمنتجين لو تشجعوا فعلا ان هم يصنعوا افلام رؤيه قصيره، او يصنعوا مثلا الفيلم يكون مثلا ساعه ويبدا ان هو يتعمل في دار عرض في الفتره ما بين المواسم، يعني مثلا ما بين موسم عيد الاضحى وما بين عيد الفطر وعيد الاضحى. أيوه. ابدا ان انا اعرض مجموعه من الافلام، ما هو السينما كده ولا كده، خلاص انا الفيلم ده دخلته في العيد، لا لسه مش هدخله دلوقتي. فالفتره دي ممكن الى حد ما تعمل ربح، فتشجع المنتج ان هو يبدا ان هو يعني يعمل افلام، او حتى القنوات الفضائيه تبتدي تتشجع وتشتري الافلام القصيره، لان حتى ما احنا ما بنشوفهاش معروضه مثلا على القنوات الفضائيه، ده ممكن برضو يعمل ربح للمنتج. كان في بعض قنوات بتخصص برنامج بتبدا تعرض فيه الافلام بصفه دوريه، بعد كده ما لقيتش فيه يعني الموضوع ما حققش نجاح بالظبط، فالبرنامج يعني اتوقف. فيلم العاصمة مش أول فيلم أنت تعمله، في فيلم قبل كده برضو بيشارك في أحد المهرجانات العربية أيضا، مظبوط؟ بالظبط، فيلم ميلاد ميت بيشارك في مهرجان لبنان السينمائي. فيلم ميلاد ميت خد جائزة أفضل مخرج سنة 2015 عن فيلم ميلاد ميت 2015. والفيلم بيشارك السنة دي في مهرجان لبنان، وللاسف ما حصلش نصيب ان هو يروح مهرجان طنجة، ففيلم العاصمه هو اللي لحق ان هو يروح. هو انت ينفع تشارك في مهرجان واحد باكثر من فيلم؟ باكثر من فيلم، انا بتقدم مثلا فيلم او فيلمين، وهو مثلا ممكن يختار يقول المخرج على حسب اللائحه التنفيذيه اللي هو بيحددها المهرجان. بس لو لقى ان الفيلمين الكواليتي بتاعهم عالي ما بيرفضش ده. طبعا ما يرفضش ده. انت بتقول انه فيلم ميلاد ميت انت عملته في عام 2015 بالظبط، انت كده يعني ما شاء الله بتحاول تحرص ان انت كل سنه تبتدي تعمل فيلم. بالظبط، هو فيلم ميلاد ميت هو بيتكلم على مشكله القطارات، حوادث القطارات من خلال الاسره بسيطة مستنية باباها يجي من السفر عشان تعمل عيد ميلاد لأخوهم الصغير، باباهم بيحتفل معاهم بده. فحصل إن باباهم توفى وهو جاي في رحلة القطر، فالعيد ميلاد اتقلب إلى ميت. بالظبط، فهو بيدور بقى الأحداث الفترة دي، الأسرة وإزاي الأسرة دي هتعيش الفترة من فرح لحزن، وإيه المشاكل، طب المشكلة مع مين، طب إيه المشكلة، هي بتدور في الأحداث دي. هل عندك فكرة بتحضرها ل 2017 ولا ناوي تبتدي؟ مخرجين كتير جدا بيبتدوا بقى يقفوا ويبتدوا يخشوا في مجال الصناعة ويبتدوا بقى الطريق من مساعدين إخراج ويبتدوا إيه يتدرجوا في المناصب، هل أنت حابب إن أنت تستمر في فكرة الأفلام الروائية القصيرة، ولا في يوم من الأيام أنت شايف نفسك هتبقى مخرج أفلام تجارية طويلة؟ هو أنا أو روائية طويلة. هو أنا بحكم دراستي وشغلي، فهو دراستي إعلام وشغلي إخراج، فأنا أوريدي شغال مع مخرجين في السوق، بس فكرة الأفلام الروائية القصيرة هي فكرة إلى حد ما، إن أنا لحد ما تيجي الفرصة، لحد ما يجي مثلا منتج يعمل فيلم تجاري أو حاجة تجارية معينة،
يشوف فكرة معينة تبقى فكرة برضو من الأفكار الكويسة للأفلام الروائية الطويلة، وفي نفس الوقت فكرة تجارية. يمكن احنا معانا دلوقتي على الشاشة ظاهر معانا وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر الشباب او للحوار الشهري الاول الخاص بالشباب علشان يتم مناقشة العديد من الاصلاحات الاقتصادية، وايضا عشان يناقشوا تبعيات مؤتمر الشباب اللي المفروض كان موجود منذ شهر في شرم الشيخ. أنا عايزة أستقبل حواري معاك، يمكن كتير قوي بيستوقفني فكرة إنه مخرجين كتير جدا بيبقوا عندهم الموهبة وبيبقوا عايزين إن هم يعملوا حاجات كويسة، ولكن بيواجهوا العديد من الصعوبات في المشاركة في مهرجانات. بتفتكر السبب ده بيبقى ليه؟ السبب الأفلام الروائية القصيرة للأسف ليها ضوابط معينة غير الأفلام الروائية الطويلة. ليها ضوابط من حيث ان ازاي الخص قضيه معينه في دقيقه في دقيقتين في ثلاثه لحد 59 دقيقه. كل طبعا ما المده نفسها قلت، كل ما وقدرت ان انا اوصل المعنى كويس، كل ما انا قدرت ان انا الفكره بتاعت تنجح. للاسف انا ممكن اخد فكره مثلا زي حوادث القطارات. حوادث القطارات هي مثلا فكره ممكن تحصل في اي دوله في العالم، فهي فكرة عامة أقدر إن أنا أشارك بيها في مهرجانات كتيرة بره. لكن مثلا لو خدت مثلا فكرة زي فكرة مثلا محلية، إن أنا مثلا بناقش مشكلة محلية، فدي هو يعني مثلا لو شاركت في مهرجان طنجة في المغرب، مهرجان في المغرب مثلا ما يعرفش مثلا المشكلة دي إيه، فاوريدي المشكلة بالنسبة له مش فلازم موجودة. يعني احنا يعني لازم بننصح المشكلة تكون الشباب عالمية ان هم او انسانية، برضو الانسانيات بالظبط. بتبقى تعتبر بالظبط حاجة عالمية، انه ما يركزش بس على مشكلة خاصة بينا احنا في المجتمع بتاعنا او في المدينة بتاعتنا، لكن لازم يبتدي يبص بره الصندوق شوية. بالظبط، لازم المشكلة تكون لأي دولة موجودة، يعني المشكله دي مساها في حاجه، علشان اقدر ان انا لما اعرضها للناس اللي موجوده يقدروا يتعرفوا على القضيه دي وازاي حلها. وفكره هروب بعض الشباب من الارياف الى المدن الكبيره دي تعتبر برضو فكره انسانيه يعني موجوده في دول هي العالم الثالث معروفه، يعني القضيه نفسها الهروب الداخلي. الهروب الداخلي. طيب احنا معانا جزء من فيلم العاصمه، تعالوا مع بعض نشوفه ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني، وده كان جزء من فيلم العاصمة اللي بيشارك أو بيمثل مصر في مهرجان طنجة الدولي بالمغرب، ومخرج الفيلم هو المخرج الشاب محمد كرم. بشكرك جدا يا محمد وبتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله 2017 نلاقي فيلم تاني يا رب إن شاء الله بشكرك. بإذن الله. أعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونرجع تاني نستكمل بقية فقراتنا.